اول وصفه عندي هي الكاساديه. يلا ننزل لهم بالمقادير. هحتاج فيها لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه ممكن استبدالها باي نوع من انواع اللحوم. يعني ايه؟ يعني ممكن تعملي فراخ، ممكن تعملي اللي انت عايزاه براحتك على الاخر. كمان عندي هحتاج لها فلفل متقطع جوليان، بصل جوليان، عصير ليمون، وكمان بابريكا، ملح وفلفل اسود، وشطه لو انت عايزه، يعني براحتك خالص. عندي هنا استنوا اعمل كده، عندي جبنه، الجبنه اللي انت عايزاها. انا واخده هنا جبنه شيدر، وعندي كمان يا زوزو ايه كمان، عندي حاجه تانية، حاجه تانية اللي هي ايه، عندي خس للتقديم، عندي مايونيز، عندنا عيش التورتيلا، العيش اللي بنستخدمه في الكساديه بيبقى معانا حلو جدا وجميل جدا 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 جدا، وربنا كرمنا وشغلناه. اوكي تمام، يبقى يلا بينا. المادة الدهنية بنحتاجها زبدة، زيت، براحتك خالص. انا هاخد شوية زيت عادي، واقوم واخدة الحلة او الطاسة بتاعتي. هحتاج طبعا سلطة الجواكامولي اللي هي جاهزة. الجواكامولي اللي هي عبارة عن ايه، هحاول اعملها معاكم ان شاء الله لو في عندنا وقت. لو مفيش وقت اصورها لكم في الكواليس بتاع الفاصل، او خليني اصورها لكم في الكواليس بتاع الفاصل واحنا بنعملها. بتحتاج برضو ايد الهون وافوكادو، وبتحتاج كمان معانا طماطم تكون مفرومة ناعم جدا، عصير ليمون، وشوية ملح يفضل انه يكون خشن، وممكن نحط عليها شوية شطة. حطيت الزيت بتاعي، هنزل بالبصل الشرايح اهو. باخد البصل، الفلفل، تتبيلة سهلة جدا، او وصفة سهلة جدا يعني ممكن اي حد فينا يعملها. وهاخد اللحمة المفرومة كمان اللي انا هستخدمها، مش هاخد كل الكمية، هاخد بس اللي انا هستخدمه كمان شوية بسيط. طيب هبتدي اتبل دلوقتي بالملح، الفلفل الاسود، وكمان بقية التوابل اللي عندي ما عدا الليمون، بحطه في الاخر، بحط منه نقطة بسيطة. الملح والفلفل الاسود دايما حسب الرغبة، ما ننساش ان عندنا ليمون، عندنا شطة، فدول الاثنين بيحدقوا معايا. الشطة مش كتير اهو، وكمان البابريكا اللي هي التحميرة. زي ما قلت لكم طبعا الشطة حامية جدا، لسه مطحونة، فالموضوع بيبقى صعب قوي. بس كده باخد شوية خس الأول مع المايونيز، ياريت تجيبولي الأفوكادو. حل باخد هنا الخس، باخد شوية جبنة بسيطة في الأول، جبنة بسيطة جدا. بعد كده اقوم جايه للحمه بتاعتي، باخد شويه ليمون، شويه بس بسيط، واسيب الباقي عشان اعمل الجواكامولي، وسايبه التوابل زي ما حضراتكم شايفين. بعمل كده تقليبه بسيطه وخلاص، واحد هعمله ساده والتاني هكمله في الفاصل لما اجي اعمل الجواكامولي. فا اهو يلا ناخد بقى الطاسه بتاعتنا. عندي هنا اللحمه بتاعتي، اوكي، باخدها واقوم نازله بيها كده على حسب عايزين نملاها مش عايزين نملاها، دي حاجه بتاعتنا. هنا بعملها بالطريقه دي. طبعا صوص الجواكامولي لو عندنا دلوقتي او لو متاح عندنا دلوقتي هنزل بيه عادي جدا، هيبقى معايا حلو قوي 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 قوي. ببتدي اعمل كده اهو، حلو، واخد هنا رشة بسيطة، بس نعمل كده يعني حاجة بسيطة الأول، نشيل نطفي دي والفرشة بتاعتنا. بالشكل ده، واقوم واخدة الساندويتش بتاعي ونازلة بيه. هيبتدي يتحمص معايا، وهبتدي طبعا الجبنة بتاعتي هتسيح معايا وهتمسكه معايا حلو جدا. هاخد بالي
واقلبه للناحيتين. اول ما يبقى معايا تمام باخده خلاص وبقدمه زي ما انا عايزه. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.